نسير في ثبات للمعالي، وهمتنا التفوق للمآلي. لنا في كل رابية شعار، بأن الناجحون بكل حال. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تقدست عن الشبيه ذاتك يا رب، وتنزهت عن مشافهة الأغيار صفاتك، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، يا واحدا لا من قلة، موجودا لا من علة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم وأتحف على إمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قيل: الجدع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق. صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت هنا أوراق. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. نكمل بإذن الله تعالى في هذا البرنامج، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يبارك فيكم جميعا وأن يبارك في إخوة المشاهدين. نكمل برنامج علموهم، علموهم من الخير ما تعلموهم، علموهم من الصلاح، علموهم من التقوى، علموهم من التذكر والتمعن في قصص القرآن الكريم. وكما لا يفوتنا أن نحيي المشاهدين والمشاهدات، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كرمة مرت بقوم فلاقتها الكمائم بالفتاق، أكرم بقوم إله العرش يذكرهم، عطر الثناء عليهم فائح عطر. حياكم الله تعالى أحبابنا الأفاضل، وكذلك أحيي النخبة الطيبة المباركة، ثلة من الشباب، حياكم الله جميعا أيها الشباب، الله يبارك فيكم. نبدأ بإذن الله تعالى بالتعريف بالواحد تلو الآخر إن شاء الله. تفضل يا شيخ. محمد زكريا. محمد زكريا. عبد الرحمن خالد. عبد الرحمن خالد. مالك عصام. مالك عصام. عبد المجيد أبو بكر. عبد المجيد أبو بكر. أيوب طارق. أيوب طاهر. ناصر محمد. ناصر محمد. رجب أبو سن. رجب أبو سن. بارك الله فيكم يا شباب، كما عرفتم بأنفسكم في هذا البرنامج الذي أخذنا في السابق منه 4 حلقات، نكمل بإذن الله تعالى. نتكلم في هذه الحلقات القليلة البسيطة بإذن الله تعالى عن قصص القرآن الكريم. فيه كما قيل القرآن، ثلث القرآن مليء بالقصص والعبر. فبإذن الله تعالى الكريم الحليم نبدأ في أول قصة لنا مع هذا البرنامج علموهم. القصة تتكلم عن رجل كان صوته جميل، كان صوته جميل، وكان صاحب رأي في القبيلة أو في المنطقة التي كان هو فيها. لكن ماذا حصل؟ تقلب من صاحب جاه، وتقلب من صاحب رجل له خبرة ومعرفة، إلى رجل يبغضه الجميع، يبغضه الجميع. ماذا قال الله تعالى في القرآن؟ بداية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أولم يعلم بأن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. هذه آيات هي من سورة ماذا يا عبد الرحمن؟ سورة القصص. احنا تكلمنا قرأنا هذه الآيات لكن الآيات شن جاء في ذهنك على من تتكلم؟ وأنا قبل أشرت لها على رجل كان ذو مكان في قومه. نعم. فأتاه الله الملك والمال فبغى عليهم. من اسمه هذا الرجل؟ قارون. اسمه قارون. من أي قوم قارون؟ بني إسرائيل قوم موسى. من قوم موسى. صح لك، الله يبارك فيك. شباب، هذه بداية دخولنا في هذه القصة. الآن لا أريد منكم الجسد فقط، الجسد ما نبيه شيء، أنا نبي القلب. بداية قارون، كما قلت في البداية قارون كان صوته جميل، وقارون كان عنده مال عظيم جدا. ماذا فعل بهذا المال؟ ما الذي فعل به؟ عندما آتاه الله تعالى المال، الله عز وجل مرات يعطيك المال لكن يبي يختبرك، شنو تدير بالمال اللي أعطاه لك يا الله عز وجل؟ أعطاه الله عز وجل المال، بعد ما أعطاه المال قعد عنده قصر، بعد ما أعطاه القصر المفاتيح بتاعات الملك بتاعه والذهب والأشياء التي يملكها قارون لا يستطيع أن يحملها شخص واحد، يشيلوا فيها كم شخص؟ 3-2 يشيلوا في المفاتيح بتاعات الملك بتاعها. بعد ما الله عز وجل أعطاك الملك وأعطاك قصر وأعطاك مال وأعطاك سمعة كانت قدام الناس جميلة وطيبة، شندرت بعد ما الله عز وجل أعطاه هذين الصفات؟ تكبر، بدأ التكبر معاه، بدأ يتكبر على من حوله، بداية الأخ الأخت الخال الخالة، قعد هو اللي قاعد وأنا وبس. قارون مثل ما قلنا هو من هو من قوم سيدنا موسى عليه السلام. بعد ما أخذ هذه الأموال وهذه الأشياء
التي من الله عليه بها لقارون جوه. قالوا له يا قارون، أنت قاعد عندك الملك وقاعد عندك الأشياء الطيبة والأرزاق، تصدق على الناس، عاطي الناس اللي قاعدين معاك، عاطيهم اللي قاعدين معاك. ماذا قال؟ قالوا له هذا من فضل الله عز وجل، أعطي الناس بش الله عز وجل يعطيك. قال لهم الملك اللي أتيت به هذا كله من علمي أنا، هذا كله مني أنا، أنا اللي درته، وأنا توه تكافأت عليه وخذيت عليه مثالا نقوله مبلغ أو شيء من هذه الأشياء. سبحان الله، بعد ما وعظوه وقالوا له تذكر راه في عاقبة وفي موت وفي 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 وفي، تكبر، ما فيش متكبر على قومه. شنو في الآية؟ قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الهم بتاعك وين يكون؟ يكون الدار الآخرة، ما يكونش الهم بتاعك الدنيا. أنت بالذات شباب صغار توا، الله عز وجل حيفتح عليك إن شاء الله وحيرزقك بأشياء عظيمة وجميلة في هذه الدنيا، لكن تذكر في النهاية قول الشاعر الموت باب وكل الناس داخله، فاختر لنفسك أي باب ستدخله. تفكر في الآخرة، عندما تأتي إلى هذه الدنيا وتريد أن تتكبر والله عز وجل يعطيك من المال ما يعطيك، ومن المحبة للناس ما يعطيك، ومن الجاه ومن السلطان، لكن تأتي وتتكبر على الناس، يعطيك أموال ولا تتصدق، يعطيك أشياء عظيمة ولا تشكر الله عز وجل عليها. اعلم الأشياء اللي خذيتها أو اللي أعطاها لك الله عز وجل إنها حتنقلب عليك. وبعدين في الآيات شيء عظيم جدا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن على الناس، اعطف على الناس. الله عز وجل أعطاك والله عز وجل رزقك، زي ما رزقك الله عز وجل من مبلغ مالي قدره كان ما كان، أعطي الناس الفقيرة، أطرق الأبواب، أطرق الأبواب على الناس الفقيرة وابحث عليها وساعدهم. بعد في الآيات ولا تبغي الفساد في الأرض، هذا هو الذي لا نريده، الفساد في الأرض كثير جدا الآن، وين ما تمشي تلقى فساد، فساد إداري، فساد في الشباب، فساد في الأخلاق، فساد في المجتمع. ولا تبغي الفساد في الأرض، حاول أنك تزرع في الناس الأشياء الطيبة المباركة، الأشياء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها أمرنا بها المولى جل جلاله. لكن لابد أن تعلم المفسد الذي يساعد في إفساد المجتمع ويساعد في إفساد الشباب أن الله عز وجل لا يحبه، الله عز وجل لا يحبك إذا كنت من المفسدين، الله عز وجل لا يحبك إذا كنت تساعد المفسدين، الله عز وجل لا يحبك. فلتتفكر في هذه، باهي لو كان تركك الله عز وجل والله عز وجل ما أحبكش، من يحبك من الخلق؟ من اللي بيحبك من الخلق؟ والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. الله عز وجل إذا كان أحبك الله ينادي جبريل، بعد ما ينادي جبريل ويقول له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء يقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. بعدها ماذا يأتي؟ ثم يوضع له القبول في الأرض. الله يوضع لك القبول أما قدام الناس، وإما تمشي مجلس تلقى ناس تحبك وتعزك وتقدرك، لكن بيش يحبك الله عز وجل؟ إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب الخائن، الله عز وجل ما يحب المسرف، الله عز وجل ما يحب الذي يطعن في الناس، الله عز وجل ما يحب الذي يتكبر على الناس. هذه هي قصتنا، التكبر، التعلي على الله عز وجل، الله عز وجل لا يحبك في هذه الحالة. ومثل ما قلنا إذا كان تركك الله عز وجل من سيحبك من الناس؟ بعدها مثل ما قلت لكم بعد أن أتت الآية
إن الله لا يحب المفسدين. بعدين ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، مثل ما قلت لكم. ماذا قال؟ قال أنا هذا كله من علمي، أنا اللي جبته، أنا صاحب علم وأنا صاحب الجاه وأنا بالعلم بتاعي بقدراتي جبت المال، ما فيش حد أعطى لي. تكبر، بعد أن تكبر على الخلق تكبر على الخالق، تكبر على الله عز وجل. تصل بك الجرأة أنك تتكبر على الله عز وجل؟ لابد في هذه الحالة، إذا كان كنت عالم، كنت شيخ، كنت دكتور، كنت مهندس، أي شيء من هذه الأصناف، لابد أن تعلم ولابد أن تقول دائما هذا من فضل ربي، هو الذي فضلني، هو الذي كرمني، هو الذي هداني، هو الذي رزقني، هو الذي سهل لي. لابد أن تكون هذه المفاهيم دائما بين أعيننا. بعدها ماذا قال الله تعالى؟ قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعلم بأن الله قد أهلك فرعون؟ أولم يعلم بأن الله قد أهلك الظالمين؟ أولم يعلم بأن كل ظالم أتى وكل ظالم تكبر على الناس نهايته ستكون وخيمة؟ أولم يعلم؟ لابد أن تعلم. هذا قارون، لكن نحن لابد أن نعلم. لكل بداية لابد أن يكون لها نهاية، لكل بداية لابد أن يكون لها نهاية. نحن في هذه الدنيا لا نأتي متى تكون النهاية، لعل تكون النهاية الآن قبل أن أكمل هذا الكلام. مرات تكون بعد سنة، مرات تكون بعد أيام، مرات تكون بعد سنوات، لا تدري. بعدها الله عز وجل ماذا قال؟ قال فخرج على قومه في زينته. هذا من؟ هذا قارون. خرج على قومه في زينته، خرج بالزينة بتاعه. يقال عندما كان ذاهبا كان الجرجار بتاع الملابس بتاعه يكر من كثرة التفاخر والزينة، يتفاخر. هو غني لكن هناك أناس فقراء، هو عنده مال، هناك ناس ما عندهاش مال. لكن لابد ما يحصل في الأنفس من ضعف. كيف؟ لابد النفس ما يصير لها فتور، لكن نحاول أني أنا نسيطر على الفتور اللي بيصير معايا. لما خرج قارون في الزينة بتاعه ماذا قال قومه؟ صبوا ضده؟ لا، ما صباش ضده إلا من؟ إلا قليل. ما صب ضد قارون إلا قليل. لما طلع بالزينة بتاعه قال الذين يريدون الحياة الدنيا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا مش الحياة الآخرة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريت عندنا زي ما عند قارون. صح، أنت تتمنى. مرات أنا مثالا عبد الرحمن يكون عنده شيء جميل طيب، أتمنى الشيء اللي عند عبد الرحمن بدون ما يزول عليه عبد الرحمن، يكون عنده عبد الرحمن، لكن مثل ما هو عنده يكون عندي أنا. هذه يسمى فيها الغبطة. لكن شوف أنت كيف، لكن جو القوم كيف ضعفت الأنفس. قال يا ليت لنا، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يريد زي ما عنده مرزق يكون عنده. إنه لذو حظ عظيم، قالوا هذا صاحب حظ، أوه هذا صاحب حظ قوي جدا، عنده أرزاق وعنده أموال وعنده، يريد زينا. وقال الذين أوتوا العلم، نبنجول القلة القليلة، القلة الصابرة المحتسبة الطيبة المباركة، ماذا فعلت هذه القلة؟ وقالوا الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم ثواب الله، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وماذا فعل؟ وعمل صالحا. آمن وعمل صالحا، يحذر فيهم، راح يقولوا النهاية مش هنا النهاية. مرات أنت تو يكون عندك المال لحظة، لكن فترة بسيطة ينتهي المال. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا من؟ ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا ذو حظ عظيم، من هو؟ من هو؟ قارون. لكن بعدما صبرهم ماذا قال لهم؟ قال لهم ولا يلقاها إلا الصابرون، اللي يصبر ويحتسب
يلقاها عند الله عز وجل. باهي أنا صبرت شن عندي باهي؟ ماذا قال الله؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة أصابتك في المال، مصيبة أصابتك في 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 الفقر، في أي شيء، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. باهي شن عندهم؟ باهي قالوها باهي. توظوم الناس اللي كاينين ضد قارون وقفوا مع الحق زي ما احنا نقولوا، باهي هم الصابرين، لكن شن عندهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، الأولى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلاة من الله عز وجل ورحمة وهداية. شن تبي بعد ثلاث صفات؟ يصلي عليك الله عز وجل وينزل الله عز وجل عليك رحمته وتكون من المهتدين. بعدها ما تجبر وتكبر قارون ماذا قلنا؟ قلنا لكل ظالم لابد أن تكون له نهاية. الله عز وجل أمر أن يخسف به القصر اللي قاعد فيه، فخسفنا به وبداره الأرض. الله عز وجل خسف به داره والأرض، فخسفنا به وبداره الأرض وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما فيش حد ينصر نهائيا، كلهم نفسي نفسي، اللي هو تبعد منه تخصف وعذاب، من اللي بيوقف جنبك؟ ما فيش حد يوقف جنبك. وأصبح الذين تمنوا مكانه، نبنجور ردوا شوية للآية شنو؟ وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، تو اللي كانين يتمنوا في مكانه ماذا قال؟ شن قالوا بعدها؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الآن تأكدوا أن الله عز وجل هو الرزاق. الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم، عبد المجيد تأكد أن الله عز وجل هو الرازق. بعد ما شاف الدليل قدامه أوخر، لا خلاص أنا كنت مغتر بقارون، كنت نبي الشيء بتاعه، الملك بتاعه، ونبي يقعد زيي وزي ما عنده يكون عندي. فهذه نهاية كل ظالم، وهذه هي القصة، قصة قارون. مثل ما قلنا قارون كان من قوم موسى، ومثل ما قلنا كان صاحب مال، لكن لابد أن نتفكر ولابد أن نأخذ العبرة من هذا الموضوع، أن المال والأهل والجاه والسلطان والقبيلة وأي شيء في هذه الدنيا كلهم يوم القيامة يقولون نفسي نفسي. هم في الدنيا لما الله عز وجل خسف بقارون سيبوه، أي شخص متكبر لما الله عز وجل يخسف به الأرض أو الله عز وجل نزل عليه مصيبة كلهم يسيبوه، لكن لما يشوفوا عند المال يقعدوا قريب منه. لكن العبرة من الموضوع زي ما قلت لكم إن أي شخص في هذه الدنيا ليس له يوم القيامة إلا أعماله، يوم القيامة ما عندك إلا العمل بتاعك. فهذه كانت قصة قارون في برنامج علموهم في هذه الحلقة الطيبة المباركة، إن شاء الله تكونوا استفدتم منها وتعلمتم منها بعض الأشياء. لكن قبل ما ننهي لابد أن نشوف روحي أنا باهي شندرت، هل أنا قدمت شيء ولا فهمت ولا مفهمتوش، ولا أنا يدبي غرب وأنتم شرق؟ بنسأل، لكن بنسأل عبد المجيد. عبد المجيد شن فهمت من القصة؟ قصة من البداية شن فهمت منها؟ شن الفحوة بتاع الموضوع؟ إن المال مش كل شيء في الدنيا، أو حاجة لازم طاعة الله. المال من متاع الدنيا مش الآخر. قارون بعد ما أعطاه ربي المال تكبر وبغي في الأرض، كلموه الناس الصالحين قالوا له تبرع به الفقراء، قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل نفسي، قال هذا من عندي أنا، من كرم. قالوا له هم هذا من فضل ربي، قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم، يعني هو جابه منه هو، مش من فضل ربي هذا. نعم، وقال ربي خسف به الأرض، واللي تمنوا مكانها بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم، ويك أنه لا يفلح الظالمون، معناه أن ويك أنه لا يفلح الكافرون. ما شاء الله، الله يبارك فيك، والله ما شاء الله عليك عبد المجيد.
بارك الله فيكم يا شباب، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم بحفظه، وكذلك أعزائي المشاهدين والمشاهدات. في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسير في ثبات للمعالي، وهمتنا التفوق للمآلي. لنا في كل رابية شعار، بأن الناجحون بكل حال.